بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب فيكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدين قناتكم قناة كويت سبورت وبرنامجكم برنامج كروسفيت، وياكم حسين السعد مدرب كروسفيت، واللي ان شاء الله من خلال هذا البرنامج نتعلم شلون نصير لاعبين كروسفيت افضل، كذلك نزيد من القوه البدنيه، نزيد من مهاراتنا كلاعبين كروسفيت، وهذا التمرين كذلك يساعدنا في تطوير قوتنا البدنيه ويساعدنا في نزول الوزن. تمريننا اليوم عباره عن بارت A وB وC. بارت A راح تكون عباره عن تمرين الكلين وتمرين البنش بريس. قبل ما نبدأ بهذا التمرين لازم انك تسخن جسمك. التسخين راح يكون عبارة عن ركض 400 متر إذا كان عندك مكان تركض فيه أو أسلت رانر، بعد ذلك راح تسوي مثلا في جهاز البايك دقيقتين على السكي ودقيقتين على الرور، هذيل 8 دقائق ممكن انه يساعدونك ان جسمك يسخن، يوصل الدم والاكسجين لكل أعضاء الجسم ولكل العضلات فتكون جاهز حق التمرين. بعد ذلك ممكن تسوي ستريتشات، ممكن تسخن تسخين حق تمرين الكلين. تمرين الكلين يحتاج انك تسخن مفصل اليد او ريست، كذلك يحتاج تسخن مفصل الكتف والحوض والسكوات بشكل جيد عشان تقدر تسوي التمرين بشكل جيد. فخلونا نسخن على البار، بار فاضي تسخن فيه مفاصلك عشان تقدر تبدا التمرين بشكل جيد. هذه الحركات ممكن تثبتهم كل ما كان عندك تمرين ويت ليفتنج، راح يكون 3 عدات في جولتين كافية انها تجهز مفاصلك. بعد ما سخننا راح نبدا بعض التعليمات حق لعبه الكلين. اول شيء مسكتك للبار للكلين راح تكون بالطريقه هذه، انه يكون مسكتك للبار تقريبا موازيه للكتف. ثانيا الستارت كانك قاعد على كرسي وتكون القدم 90 درجه بالطريقه هذه. دائما يكون صدرك فوق، راح تسحب البار بشكل مستقيم، البار ملامس للجسم لغايه ما يوصل الى هذه المنطقه. راح تطق البار وتسحب الى اعلى مع سحبه المثلثات بالطريقه هذه، بعدين تحاول انك تنزل بشكل سريع، تستقبل البار على كتفك وبعدين توقف بالبار. فهذه الطريقه اللي راح نستخدمها او التكنيك اللي بنستخدمه عشان نلعب الكلين. تمريننا اليوم راح يكون عباره عن 3 عدات 70%، 3 عدات 75%، 3 عدات 80%. اول شيء سخننا بار فاضي، حاول انك تصعد شوي شوي لغايه ما توصل حق 70%. اذا اخترب التكنيك مالك يعني راح تلعب 70%، 75، 80، اذا لعبت 70 اوكي، 75 اوكي، بال 80 بدا التكنيك يخترب، حاول انك تقلل الوزن لغايه ما تضبط التكنيك. فخلونا نشوف التكنيك. راح تخلص الجولات الثلاثة 70%، 75، 80%، بعد ذلك راح نروح حق تمرين البنش بريس. تمرين البنش بريس نراجع الأشياء اللي نحتاج إن احنا نسويها علشان نفعل عضلة الصدر أفضل تفعيل حتى تقدر تتمرن أفضل كفاءة. أول شيء مسكة البار ما تكون وايد قريبة، فممكن يصير ضغط أكثر على عضلة التراي، تكون المسكة مناسبة. ثاني شيء أكون ثابت على الأرض. شوف بعض اللاعبين مثلا يرفع القدم فوق أو يحط ريل على ريل وهو يتمرن، الأفضل والتكنيك الصحيح أن تكون القدم على الأرض وخاصة الكعب عشان جسمك يكون ثابت.
ثالث شيء على البنش تبدأ ويكون البار تحت عينك بالضبط، تأخذ البار ويكون تحت الصدر بالضبط، حاول أنك تقلل تفعيل عضلة الكتف وتزيد من تفعيل عضلة الصدر بالطريقة هذه. أوكي، فكذي إحنا الضغط كله راح يكون على عضلة الكتف، فأنا حرك كتفي بالطريقة هذه عشان يكون مستقيم على عضلة الصدر واستفيد أكثر في عضلة الصدر. ثالثا لازم الكوع يكون قريب بزاوية 45 درجة، ما تكون فاتح كوعك الآخر. طبعا راح نسوي 3 جولات، أول جولة 70% 3 عدات، الجولة الثانية 75% 3 عدات، الجولة الثالثة 80% 3 عدات. فخلونا نشوف. فراح يكون تكرارك بالطريقة هذه لغاية ما تخلص جولاتك. أعزائي المشاهدين، بارت بي راح يكون عبارة عن أمراب 7 دقائق. 7 دقائق يعني أحتاج منك أنك تروح سريع، أمراب يعني as many round as possible، يعني شكثر تقدر تخلص جولات خلال 7 دقائق. راح يكون عبارة عن 7 بيربيز أوفر بار، فراح تسوي بيربيز أوفر بار 7 عدات، بعدين راح تسوي 7 كلين بالبار، بعدين راح تسوي 7 توست بار. إذا كنت مبتدئ وما تقدر تسوي توست بار، فممكن تسوي ني ريز بالطريقة هذه. أوكي، فابدأ اضبط ساعتك على 7 دقائق وخلونا نشوف التمرين. أعزائي المشاهدين، بعد ما خلصت بارت بي ممكن ترتاح 3 إلى 5 دقائق، بعدين تبدأ بارت سي. بارت سي كذلك راح يكون عبارة عن أمراب 7 دقائق. 7 دقائق يعني حاول إنك تروح سريع، وراح يكون عبارة عن 7 بيربيز أوفر بار، ولكن راح يكون سنجل لك، يعني راح تنط بريل واحدة، راح تسوي بيربيز بعدين تنط بريل واحدة، تنزل تسوي بيربيز بعدين تنط بريل واحدة بس. بعدين راح نسوي هانج باور سكوات، فراح تاخذ البار وتبدا من هنا هانج، بعدين راح يكون سكوات واللي هو نزول كامل لتحت، بعدين تقوم. هذا بالنسبه للتمرين الثاني. التمرين الثالث راح يكون شولدر تو اوفر هيد بالطريقه هذه. مثلا راح تسوي بوش جيرك او بوش بريس أو حتى سبل الجيرك. فراح يكون لك الخيار. المهم عبارة عن أمراب 7 دقائق، 7 بيربيز أوفر بار سنجل لك، 7 هانج سكوات كلين، 7 شولدر تو أوفر هيد. جهز ساعتك، خلنا نشوف التمرين.
أعزائي المشاهدين، أتمنى عجبتكم تماريننا اليوم، أتمنى يكون أديتوا فيها بشكل جيد. نشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة وتمارين أفضل بإذن الله.